طيب الحين وصلنا احنا عند المطعم ان شاء الله الامور زين. هذا والهارت اتاك, الهارت اتاك جريل اللي هو شواء النوبة القلبية لو ترجمناها حرفيا, بس هذا المطعم اللي هي نوبة قلبية. يقول لك over 350 pounds eat free, إذا كان وزنك حوالي 160 كيلو تأكل مجانا. وهذا الناس هنا تجي توزن حالها, يقدروا يوقفون ويوزنون حالهم ويعرف كل واحد كم وزنه طالع. أعرف كم وزنك هنا, لا دخل الشخص عرف كم وزنه. إذا أنت 350 باوند مجانا لك. أنا ما راح أوزن نفسي لأني شايل أغراض كثيرة, فخلونا ندخل نشوف شوي. وهنا كاتب لك تنبيه, كاش أونلي, فقط نقبل كاش, لأنك because you might die before that check clears, لأن يمكنك تموت قبل لا تدفع القيمة وقبل لا يوصل للشيك. هذا بس قصدهم يعني. أول ما تدخل لازم يطلب منك أنك تلبس لبسهم اللي هو حق المستشفى. وندخل مع الغرفة هذه يبدلون لنا الآن. خلونا نشوف يلا. أنا راح أغير يا جماعة الخير ملابس. والآن يا جماعة الخير لبست لبس المستشفى. كل اللي موجودين بالمطعم كيف لابسين؟ كلهم لابسين اللبس المستشفى, ضروري تلبس. هذا جان اللي هو المالك حق المطعم, مسوي هنا الرسمه زي رسمه العشاء الاخير اللي منتشره. الويترس اللي هنا والناس اللي موجودين كلهم لابسين تمريض, لابسين لبس الممرضات, فيكون عشان احنا الممرضين حقينك. عموما انا باكل شيء خفيف كذا بس للاكسبيرينس اللي هي للتجربه. نظره للزحمه ووجود ناس حولنا حوالينا, خلونا نطلع من هنا واقول لكم السالفه كامله وش صار, كيف سالفه المطعم. هذه القائمه يا جماعه عندهم, وعندهم كل شيء هنا. عندهم قانون هنا, اذا ما خلصت وجبتك يضربون هناك قدام الناس, يحطونك هناك ويبدون يضربونك من ورا ضرب. الممرضات اللي هنا اللي ضربنا, فلازم تخلص الوجبه حقتك. والان جابوا لنا فرايز للتجربه. يا جماعه اكلهم حلو, الفرايز مره حلو, طعمه مره ممتاز. وهذا كيف يقدمون لك الصودا المشروبات. ملقين انا هذا المشروب اللي بغيت يجيبوه, يحطوا لك اياه في الطاوله يعلقوا لك اياه. كل شيء مخلي لك اياه هارت اتاك, كل شيء كانك في المستشفى. هنا يخلون الواحد ينضرب هنا, يتعلق هنا, يحطونه يوقف ويبدون يضربونه صلخ من ورا اذا ما خلص الوجبه حقته. اللي ما يخلص اكله يضربونه بهذولي, شايفين ينضرب بهذه توجع ولا لا. اضربه اضربه بهذه سبانك. ترى تعود يا جماعه الخير اذا ضربت من ورا. How's it going? Hey, this is Dr. John. Actually, right now I'm just sort of patient John, but I was talking to Ali, and you know, we had lunch together, and he asked me, he said, Dr. John, should you come here every day? Come here once, enjoy yourself, but don't get fat. If you do, you're gonna die. So guys, just he said, his last advice, don't come here because you're gonna die. But it tastes worth dying for. Yes. Thank you so much. I appreciate that. والآن يا جماعة الخير لازم نغادر, خلاص انت عندنا الأكل وانتهت الوجبة. خلونا نطلع برا عن الإزعاج ونتكلم أكثر. إذا ما تقدر شوف حاطين لك هنا بعد الكرسي المتحرك إذا ما تقدر تمشي, مرة شيء حلو مرة. وهنا أول ما تطلع ترمي الملابس حقات المريض وتطلع برا. باي, ثانك يو سو ماتش. هاي. ذيس وان. بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن تعطيهم شيك ولا شيء, بس يمكنك تموت بلحظات, فلذلك ما ياخذون غير كاش ودفعنا لهم كاش. صاحب المطعم هذا اسمه جون باسو. شلون جت هالفكره؟ كان في بحث عن موضوع ان عنوانه ان السعرات الحراريه العاليه ممكن تكون بزنس واو من هالامور هذه, وبالفعل في عام 2006 افتتحوا اول مطعم اسمه الهارت اتاك جريل. الهارت اتاك السكته القلبيه, جريل يعني محل شواء السكته القلبيه, افتتحوه في اريزونا. ولكن المطعم اللي في اريزونا ما طول وقفل. ولكن بعد ما قفلوا الدنيا هذه جو هنا في لاس فيغاس في المكان هذا اللي هنا وافتتحوا المطعم الهارت اتاك جريل, مطعم السكته القلبيه. وجون هذا جون باسو سمى حاله الدكتور جون, انا دكتور الناس كلها واللي يدخلون عندي كلهم مرضى. فلما يدخلون الناس يلبسونهم لبس المرضى هذا ويدخلون داخل كانك داخل في عياده, كانك في مستشفى. والناس اللي يشتغلون داخل الويترس وغيرهم كلهم لابسين لبس تمريض. في البدايات سووا عليه حمله كبيره.